السلام عليكم. الفيديو ده خاص بطلبة دبلوم الاستثمار والتمويل. الفرقة الأولى مادة نظم معلومات محاسبين. الفيديو ده بنتكلم عن الفصل الثالث في الكتاب نظام المعلومات المحاسبية في شركات التأجير التمويلي. التأجير التمويلي اللي هو الليز. هنتناول في الفصل مجموعة من النقاط. هنتكلم عن أهمية النشاط العقاري ومقدمة عن التأجير التمويلي، ثم المعالجة المحاسبية للتأجير التمويلي، وهيكون لها فيديو خاص إن شاء الله. في البداية أهمية النشاط العقاري، هنلاحظ إنه في كلامنا عن التأجير التمويلي كتير جدا من الأمور المرتبطة بعقود التأجير التمويلي والمعالجة المحاسبية للتأجير التمويلي في الدفاتر، هتلاقي حالات كتيرة جدا مرتبطة بالعقارات، بالنشاط العقاري، بالأراضي، بالمباني. وبالتالي موضوع اهتمامنا بالتأجير التمويلي هو يعني مرتبط باهتمامنا بالنشاط العقاري. النشاط العقاري من أو القطاع العقاري من القطاعات المهمة جدا في أي دولة لأسباب كثيرة جدا، منها إنه مرتبط بأكثر الشركات اللي موجودة داخل السوق، داخل البورصة، أسهم قيادية. فهنلاقي مثلا انه لو هنتكلم عن شركة اعمار، ارابتك، اتحاد من القبضة في الكويت، دمك، المملكة في السعودية، عامر جروب في مصر، سودك في مصر، اوراسكوم في مصر، بالم هيلز، طلعت مصطفى، الفوتيم، كل هذه الشركات في مصر او في الدول العربية هنلاقي ان معظمها هي اسهم قيادية، هي بتقود البورصة. وبالتالي اهمية النشاط العقاري ناتجة من إنه صناعة يعني مهمة جدا، مرتبطة بتقريبا 90 صناعة فرعية. يعني عشان يبقى في عندنا عقار لازم يكون في 90 نشاط فرعي أو صناعة فرعية بتشتغل عشان تخدم عملية إنشاء العقار، فهي من قطاع قيادي داخل أي دولة. وبالتالي برضو في البورصة هو من الأسهم القيادية اللي لما تتحرك تتحرك وراها الكثير من الأسهم في قطاعات أخرى مختلفة غير العقار. القطاع العقاري مهم جدا، وبالتالي كل الأفكار المرتبطة بيه بتبقى ذات أهمية أيضا، زي موضوع التأجير التمويلي. القطاع العقاري مهم لأنه نشاط ارتبط بفترات كثيرة جدا بأزمات مالية، زي أزمة الأزمة العالمية في 2008، هي بالأساس أزمة رهن عقاري، أزمة مرتبطة بمشكلات مالية حصلت لشركات عقارية ونتج عنها من يعني آثار محاسبية، زي إنه مثلا بنك زي ليمان براذر من أكبر البنوك العقارية فلس في أمريكا. وهنا في يعني كتاب مهم بيتكلم عن سقوط دولة الفيزا كارد وسياسة البيت المرهون. هنا انه الازمة جات في قطاع عقاري، ونتيجة ان هي العقارات مرتبطة بصناعات اخرى، فحصل شلل كامل داخل الدول في كتير من القطاعات. فدي الازمة العالمية اللي حصلت في 2008، واللي بعض الدول لسه يعني اثار هذه الازمة ممتدة ليها. والامثلة كتير على الموضوع ده، اشهرها مثلا دولة زي اليونان والمشاكل اللي حصلت فيها. فهي أزمة طلعت من أمريكا ثم انتشرت في دول العالم. وبالتالي قطاع قيادي، قطاع مؤثر يعني داخل الدولة، مؤثر في البورصة. أي أزمات فيه بينتج عنه أزمات في قطاعات أخرى، مرتبط بصناعات كثيرة جدا لازم تكون موجودة ومتاحة عشان يعني صناعة العقار تكتمل. فإحنا قدام تركيبة خاصة من العوامل اللي في الآخر بتصنع نشاط اقتصادي ذو خصوصية داخل الاقتصاد. طيب التأجير التمويلي،
التأجير التمويلي جزء كبير من العقود بتاعته مرتبطة بالعقارات، عشان كده يعني بنتكلم في الأول عن العقارات وأهميتها، وبالتالي كل الأنشطة المرتبطة بيها بتبقى مهمة زي التأجير التمويلي. إيه فكرة التأجير التمويلي؟ تاريخيا في مبدأ قديم جدا في الاقتصاد الإسلامي أو فرع من فروع المعاملات الإسلامية اسمه مبدأ أو الفرع الإيجارة، الإيجارة الإسلامي، مبدأ الإيجارة الإسلامي أو نشاط الإيجارة الإسلامي، وهو مختلف بشكل كبير عن البيع بالتقسيط. تمام، هنا هنتكلم عن مفهوم التأجير التمويلي ونشوف الأطراف الفاعلة في هذه العقود وأنواعها وأهميتها، ونشوف إنه من الناحية المحاسبية إحنا في مصر عشان نتكلم عن التأجير التمويلي لازم نرجع للقانون. فعندنا في عندنا قانون بينظم هذه العملية. أولا، إحنا في عندنا 3 أنواع من التأجير التمويلي، في أو التأجير عموما، يعني تأجير تمويلي، تأجير التشغيلي، والنوع برضو اللي بدأ يبقى موجود وليه يعني عقود خاصة بيه يعني نسبة كبيرة زي عقود البيع بغرض الاستئجار. ايه الفرق بين الـ3؟ ده هيبان من خلال كلامنا عن القانون. القانون اللي موجود في مصر هو القانون رقم 176 لعام 2018. القانون بيقول ايه في تعريفه للتأجير التمويلي، واللي في بعض الدول بتسميه التأجير المنتهي بالتملك، زي معظم دول الخليج بيسموه كده، التأجير المنتهي بالتملك. تأجير التمويلي باختصار هو نشاط تمويلي، يعني هدفه في الأساس توفير تمويل يمنح بموجبه أو يمنح بموجبه المؤجر، تمام، اللي هو اللي يزور المؤجر، حق حيازة، حق حيازة واستخدام أصل. يبقى أنا كمؤجر أو اللي يزور بدي لطرف آخر اسمه المستأجر أو اللي زي أصل، فبخليه عنده القدرة إن هو يبقى يعني عنده حيازة وقدرة على استخدام هذا الأصل. يبقى أنا بتكلم عن نشاط تمويلي هدفه انه المؤجر يمنح للمستأجر حق حيازة واستخدام الأصل. عملية بيع يعني؟ لا، هي مش عملية بيع مكتملة، هي يعني هو مجرد حق حيازة واستخدام، تمام. وده الفرق بينه وبين البيع بالتقسيط. البيع بالتقسيط من يوم، من أول يوم هو الأصل ملكك، لكن هنا انا بس انا كمستأجر عندي حق حيازة واستخدام، اقدر ان انا استخدم هذا الاصل، تمام، لمدة محددة مقابل ان ادفع دفعات تأجير، مش اقساط، هي دفعات تأجير. اقساط دي في اللي هو البيع بالتقسيط بيبقى ده جزء من الثمن، يعني صفقة البيع تمت بالكامل من اول يوم، لكن هي لا، هي ما تمتش، هي هتتم لما ايه، لما اخلص دفعات التأجير، خلصتها بالكامل نقعد بقى نتفق انه الصفقة هتتم، يعني الاصل هيتباع بشكل نهائي ولا لا. طيب، طول ما انا بستخدم انا كمستأجر هذا الاصل بدفع ايه، دفعات تأجير وفقا لاحكام عقد التأجير التمويلي. يعني في العقد اللي بتعمل فيه كده قواعد واحكام احنا بايه بنلتزم بيها. المستأجر ممكن انه يبقى عنده في نهاية مدة العقد، مثلا 10 سنين، 15 سنة، 20 سنة، فكرة انه انا عايز كمان اتملك الاصل بشكل دائم، مش مجرد بس يبقى عندي حق حيازة واستخدام. يعني مثلا المؤجر انا مدي سيارة للمستأجر لمدة 10 سنين، فانا كمستأجر بدفع دفعات تأجير. طب الـ10 سنين خلصوا، انا بقى كمستأجر عايز اتملك السيارة بالكامل، فهنا
ويكون للمستأجر حق في اختيار شراء الأصل. هو مجرد حق، تمام، أنا كمستأجر ممكن أفعل هذا الحق، أستخدمه أو لا أستخدمه، ويكون للمستأجر الحق في اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه. يعني مثلا لو قطعة أرض أخد جزء منها، لكن طبعا في السيارة ما ينفعش يبقى كلها، لكن مثلا في أصول ممكن تبقى أخد جزء وأرجع الباقي في الموعد وبالثمن المحدد في العقد. باختصار، أنا كمؤجر اللي هو الليزور، أنا بدي للمستأجر أصل وباخد من دفعات نقدية، أنا مش ببيعه بشكل نهائي، أنا بس بديله حق إنه كمستأجر يستخدم هذا الأصل، فهو في حوزتي ويستطيع إنه إيه يستخدمه مقابل دفعات. لو المستأجر توقف عن دفع هذه المبالغ، الأصل بيرجع لصاحبه اللي هو مين؟ المؤجر. لو استمر المستأجر في دفع أقساط أو الدفعات التأجير، ممكن في نهاية العقد إن المستأجر يطلب من المؤجر إنه يشتري بالكامل، يتم عمل الصفقة بالكامل مقابل إيه؟ مبلغ بيتم دفعه في توقيت معين اللي هو توقيت نهاية العقد. يبقى إمتى الأصل هيكون ملك المستأجر؟ لما المستأجر يخلص دفعات التأجير بالكامل ويدفعها بانتظام بالكامل. ما دفعش يبقى الأصل ده مش ملكك ويعود لحيازة الإيه؟ المؤجر. هو ده مبدأ الإيجار الإسلامي، إن أنا مش ببيع بالقسط. البيع بالقسط معناه إن هذا الأصل أصبح ملك المستأجر من أول يوم، فأصبح هنا مش مستأجر، أصبح إيه؟ مشتري. يبقى هنا في بائع ومشتري، ده البيع بالتقسيط، وده مش موضوعنا، هنتكلم عن التأجير التمويلي. أنا بس بديك حق حيازة واستخدام. ممكن بعد ما تنتهي المدة لو أنت عايز كمستأجر تقول لي إيه؟ أنا عايز أتملك هذا الأصل بالكامل. نتفق بقى اتفاق تاني، تمام، إنه الحق في شراء الأصل ده بيبقى مكتوب في العقد، هنفعل هذا الحق ونتفق على مبلغ لإتمام الملكية. النوع ده من العقود مش هو بس المتاح قدامنا، في نوع تاني اسمه التأجير التشغيلي. هنا الأمر مختلف، ساعات بيكون في آلات معدات بسيطة محتاج أأجرها لفترة بسيطة وأرجعها تاني، فمفيش أي هدف من تملك هذه الأصول، وبالتالي يناسبني أكتر عقد التأجير التشغيلي، إنه عقد مفهوش العناصر اللي موجودة في التأجير التمويلي، خاص بالآلات والمعدات البسيطة لفترات قصيرة وهكذا. مفيش أي فكرة أو حديث عن التملك أو حق الشراء، لا يكتب في العقود، وبالتالي هنا فرق بين التأجير التمويلي والتشغيل، وهنشوف ده أكتر في الشرح في الأجزاء التالية. في نوع ثالث من العقود اللي هو البيع بغرض الاستئجار. باختصار، إن أنا يكون عندي أصل ببيعه ثم أأجره، يعني أنا عايز يعني إيه أبيعه واستفيد من قيمة عملية البيع، بس في نفس الوقت أنا محتاج هذا الأصل ومحتاج أستخدمه، يبقى أنا بعمل إيه؟ بيع بغرض الاستئجار. هنا بي عندي عقد، في يعني عقد مزدوج، عقد بيع وعقد تأجير. قد يقوم المؤجر بتأجير أصل إلى مستأجر، ويكون هذا الأصل قد ألك ملكيته إلى المؤجر من نفس المستأجر بموجب عقد توقف نفاذه على إبرام عقد التأجير التمويلي. يعني العقدين أو الاتفاقين بيبقوا مع بعض، يعني في الغالب بيكون عقد واحد، زي مثلا شركة عندها مقر إداري بتستخدمه، بس يعني محتاجين فلوس، فممكن نبيع المقر الإداري ده وعشان ما نغيرش عنواننا نأجره، يبقى أنا استفدت من عملية البيع، خدت مبلغ أستفيد منه في عملياتي، في أنشطة بتاعتي، أدفع ديون وليكن، لكن عشان ما نقلش المكان تاني والنقل ده بيكون فيه مشاكل وتغيير العنوان، لا انا هأجر نفس المكان وادفع مصروف ايجار بس. فهنا عندي 3 انواع من التأجير: تأجير تمويلي،
دي عملية بيع بس بتتم مع انتهاء الأقساط. تأجير تشغيلي انك بتأجر أصل، زي عملية تأجير أي أصول، لكنك بتأجر سيارة، بتأجر أجهزة، معدات بسيطة وليكن. وفي عقود بيكون بيع ويتبعه عملية استئجار. طيب احنا عندنا نشاط التأجير التمويلي في مصر تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، المسؤولة عن 3 أنشطة: مسؤولة عن الرقابة على البورصة سوق المال، مسؤولة عن رقابة على شركات التأمين، ومسؤولة عن شركات التأجير التمويلي. يعني تعرفنا ان في قانون في مصر مطبق، في مؤسسة او جهة رسمية مسؤولة عن الرقابة على هذا النشاط، تمام، فالأمر منظم جدا. طيب بعد ما عرفنا يعني ايه تأجير تمويلي وتأجير تشغيلي، وليه مهتمين بهذا الأمر، ان احنا ده ناتج من اهتمامنا بالنشاط العقاري اللي فيه اغلب العقود الخاصة بالتأجير التمويلي تحديدا، هنتكلم عن ايه هي اكتر المجالات عمل التأجير التمويلي. تمام، السيارات، العقارات، الآلات والمعدات، خطوط الإنتاج. تمام، دي أكتر الحاجات اللي يعني اللي في التطبيق الواقع العملي يعني اللي بيحصل فيها تأجير تمويلي. إنك شاري سيارة، تمام، نظام التأجير التمويلي هي تبقى ملكك لما تدفع آخر قسط. فهو في بعض الناس تبقى شايفاها عملية بيع بالتقسيط، لا هو مش بيع بالتقسيط، لأن السيارة في البيع بالتقسيط بتكون ملكي من أول يوم، أما في التأجير التمويلي ما بتبقاش ملكي إلا بعد لما ادفع اخر قسط، حتى يبقى في حظر بيع، وده امر متعارف عليه في سوق السيارات. يعني برضه خط انتاج، انا هشتري خط انتاج واستخدمه، حق حيازه وحق استخدام، ما استخدمه ويبقى في حيازتي في الارض بتاعت المصنع، وبستخدم خط الانتاج دوت لمده زمنيه معينه، بس انا ما بدفعش ثمنه بالكامل مره واحده، انا بدفع على دفعات، وممكن في نهايه المده اتملك خط الانتاج لو ليه قيمه، او ارجعه تاني لو خلاص قيمته استهلكت يعني. لكن في بعض الحاجات البسيطه مش محتاجه اعمل لها تاجير تمويلي، لان انا مش هشتريها في الاخر، مجرد بس هاجرها لمده بسيطه، فده يعتبر تاجير تشغيلي. طيب يبقى هنتكلم عن المحاسبه. المحاسبه عن التاجير التمويلي، ايه الموقف المحاسبه في الموضوع ده؟ احنا عندنا موقف دولي موقف مصري. احنا عندنا ايه؟ معيار دولي بينظم العملية، والمعيار ده حديث، يعني كان في معيار قديم وتم إلغاؤه وظهر معيار جديد. فده المعيار القديم اللي هو المعيار المحاسبة الدولي رقم 17، حل محله المعيار التقارير المالية الدولية رقم 16 اللي أصبح فعال من 1/1/2019. يعني اوريدي هو ده المعيار الحالي اللي احنا هنتكلم عنه، ده المعيار الدولي. في مصر في معيار مصري متوافق مع القانون المصري اللي احنا لسه كنا من شوية بنقرأ المفهوم او التعريف بتاع التأجير التمويلي، تمام، اللي هو زي ما احنا قلنا المعيار رقم 20، ده المعيار المحاسبة المصري رقم 20 اللي مأخوذ من القانون رقم 176 سنة 2018. فموضوع التأجير التمويلي من الموضوعات اللي في مصر دلوقتي عندنا قانون جديد، وفي العالم في معيار جديد، تمام. موضوع التأجير التمويلي مش جديد، لكن بتظهر مشاكل محتاجة تعديلات في المعيار المحاسبة، في أنواع جديدة من العقود، في أفكار جديدة إلى آخره إلى آخره. فهو موضوع متغير، وقد يكون يعني المعيار الحالي الدولي رقم 16 يتبعه تغييرات أخرى في المعايير، إصدار معيار جديد، كل دي أمور مستقبلية. ليه بنقول إن في معيار مصري ومعيار دولي؟ ما هو المفروض إن المصري هو نفس الدولي، لأ، ده يعني في أغلب معايير المحاسبة المصرية هي طبعا ترجمة للمعايير الدولية فيما عدا التأجير التمويلي. فمصر عندنا قانون بينظم التأجير التمويلي، وبالتالي المعيار المحاسبة المصري تقريبا هو نفسه هو القانون، لكن المعالجة المحاسبية في المعيار المصري غير اللي موجود في المعيار الدولي. حتى المعيار القديم كان برضه فيه اختلاف،
فلما صدر معيار دولي جديد برضو الخلاف ده ما زال موجود. المعالجة الدولية للتأجير التمويلي غير المعالجة المصرية للتأجير التمويلي، تمام؟ عشان كده الشركات العاملة في هذا القطاع في مصر بتطالب دايما انه يحصل تغيير للمعيار المصري او طبعا القانون المصري. القانون طبعا هو اكبر من المعيار كقوة تنفيذ، يعني دايما يتغير القانون المصري ويتوافق مع طلبات المعايير الدولية في موضوع التأجير التمويلي. حصل وتغير القانون لكن ما تغيرش بقى زي الدولي، احتفظ برضو بصبغة مصرية مختلفة قد تكون أكثر أمانا، أكثر تحوطا، أكثر تخفيضا للمخاطر، لكن ده الوضع الحالي، إن فيه في التأجير التمويلي معالجة دولية وفي معالجة مصرية. طيب تعالوا نشوف مثلا في مصر القانون رقم 176 لعام 2018 بيتكلم عن إيه؟ إنه عشان عقد التأجير التمويلي يبقى صحيح ولا يصنف تصنيف آخر إن يبقى مثلا تأجير تشغيلي مثلا، لازم تتوفر مجموعة من الشروط. إيه هي؟ إن العقد يكون مثلا مدته تمثل 75% من عمر الأصل. يعني مثلا لو بتكلم عن عقد مدته 15 سنة، لازم تكون مدة العقد 75% من هذه المدة. طب لو عمر الأصل 12 سنة، لازم يكون عمر أو مدة العقد 75% من عمر الأصل. يعني مثلا لو 12 سنة عمر الأصل، يبقى العقد ما ينفعش إلا عن 9 سنين، اللي هم 75% من عمر الأصل. طيب لو أقل من 75% ما يعتبرش هذا العقد عقد خاص بتأجير تمويلي، يعتبر خاص بتأجير تشغيلي. لازم يكون أصول رأس مالية، ما ينفعش يكون عقد تأجير تمويلي خاص بمخزون مثلا، بحسابات عملاء، لازم يكون أصول رأس مالية، أراضي، مباني، آلات، معدات وهكذا. لازم العقد يكون غير قابل للإلغاء. طب لو كان قابل للإلغاء يبقى كده فقط شرط من الشروط، ما ينفعش يبقى تأجير تمويلي. لازم يكون العقد القيمة التعاقدية، ودي حاجة هنتكلم عنها في الجزء العملي، يمثل 90% من قيمة الأصل المؤجر. 5، إن يكون في العقد مكتوب كده إن يكون في حق تملك المستأجر الأصل مع انتهاء العقد، بس الحق ده هو مجرد حق مفيش إلزام فيه. طب العقد مفهوش كلمة الحق التملك ده، اي شرط من هذه الشروط غير موجود يصبح العقد ايه؟ تأجير تشغيلي. يبقى القانون المصري والمعيار المصري في معالجة التأجير التمويلي حط 5 شروط أساسية لكي يكون عقد التأجير التمويلي عقد مكتمل وصحيح. لو أي شرط من الشروط دولت الـ5 مش موجودين، عند عدم تحقق أي شرط منهم يصبح التأجير تشغيلي. شرط واحد بس منهم مش موجود، يعني لازم الـ5 مجتمعين يكونوا موجودين. شرط واحد منهم مش موجود يبقى العقد كله أصبح مش تأجير تمويلي، تأجير تشغيلي. طبعا المعالجة المحاسبية تختلف، تسجيل في الدفاتر هيختلف. يبقى هنا القانون المصري والمعيار المحاسبة المصري فيه شروط، تمام، عشان العقد يبقى عقد تأجير تمويلي، تمام. لكن لو جينا بقى نتكلم عن المعيار الدولي الخاص بالتأجير التمويلي، متى يكون العقد تأجير تمويلي ومتى يعتبر تأجير تشغيلي؟ هنلاحظ هنا المعيار الدولي الحديث خلى الأمر سهل جدا، مفهوش أي شروط صعبة أو معقدة. هو هنا لأسباب مرتبطة يعني بالالتزامات اللي بتظهر في ميزانيات الشركات، لقوا انه وضع شروط المعقدة اللي شفناها في القانون المصري دي كانت موجودة زمان في المعيار الدولي. الشروط دي كانت معقدة جدا
ومش كل العقود تقدر تستوفيها، وبالتالي ما يعني الشروط العقود دي ما بتكونش تأجير تمويلي، تصنف كتأجير تشغيلي. ففي حقوق والتزامات مش بتبقى ظاهرة في الميزانيات، فده بيحصل منه تضليل. فالمعيار الدولي في نسخته الحديثة سهل الأمر خالص، يعني خلى إنه جعل كافة العقود هي إيجار تمويلي. أي عقود خاصة بأصول رأسمالية هي كلها عقود تأجير تمويلي من غير كل الشروط دي كلها، تمام؟ فيما عدا حالتين بس العقد لا يصبح تمويلي ويصبح تشغيلي. زي ايه؟ يعني العقد يبقى قيمته صغيرة، يعني مبلغ بسيط كده مش مهم، يعني دي عملية تقديرية برضه. يعني ما ينفعش مثلا اعمل عقد تأجير تمويلي عن اصل قيمته 1000 جنيه، مش مستاهل، هو ده يعتبر تشغيلي. وكمان انه الشرط التاني انه المدة تكون مثلا شهرين ثلاثة، ممنوع اقل من سنة. العقود الصغيرة دي اسمها تأجير تشغيلي، باقي العقود كلها تأجير تمويلي، تمام؟ فهنا المعيار الدولي سهل الامور خالص. لسه بقى المعيار المصري والقانون المصري يعني مرتبط بالايه، بالشروط القديمة وبالشروط الصعبة والتي تكون موجودة في العقود. وطبعا ده في التطبيق العملي في الواقع المصري عامل مشاكل كده جدا مع الشركات. لكن المعيار الدولي واخد فكرة ايه، دعه يعمل دعه يمر. معظم العقود عقود تأجير تمويلي، وفي حالات نادرة جدا يعتبر العقد عقد إيجار تشغيل لما يكون العقد قيمته ضعيفة جدا وأقل من سنة ومفيش طبعا حق شراء. وبالتالي هنا احنا عندنا في فرق بين المعالجة المصري والمعالجة الدولي. هنلاحظ يعني دي جملة كده نختصر بيها الكلام عن المعيار المصري والدولي، انه المعيار الدولي لعام 2019 جعل غالبية العقود تمويلي مع ندرة المعالجة كتشغيلي، في حين ان القانون المصري يجعل العقود كلها ايجار تشغيلي وقد يتحول إلى تمويلي، تمام؟ لأن من صعوبة العقود معظمها بيكون تأجير تشغيلي، قليل جدا لما يكون في عقد استوفى كل العقود دي فيبقى إيجار تمويلي. فهنا في فرق في المنهجين، منهج بيعتبر العقود كلها عقود إيجار تمويلي وفيها تسجيل لكافة الحقوق والالتزامات، وفي هنا معيار بيعكس الرؤية تماما، تمام؟ قد يكون ده نوع من التحفظ في المعيار المصري او القانون المصري، نوع من التساهل في المعيار الدولي، لكن في الاخر السوق بيبقى محتاج نوع من المرونة اكتر في المعاملات. طبعا ده بيبقى واضح اكتر كارقام لما بنخش في الجانب التطبيقي. ليه احنا محتاجين التأجير التمويلي؟ انا كمستأجر لاصل بستفيد ايه؟ لان شاري اصل ببلاش يعني، فبالتالي هو كده انا حصلت على تمويل بطريقه مختلفه لشراء اصول. اعمل المشروع بمنتهى البساطه، وفرت سيوله، اقدر ان انا ادير هذه السيوله بشكل منظم. الفلوس اللي كنت هدفعها في شراء الاصول هستفيد بيها في حاجه تانية. الميزانية عندي مش كبيرة لأن الأصل مش هيسجل عندي من أول يوم. أنا كمستأجر الأصل مش ملكي أصلا، ده هيبقى ملكي لما أدفع آخر أقساط ولو أنا عايزه. وبالتالي ما عنديش ميزانيات كبيرة ضخمة ممكن تعمل لي مشاكل تانية بعد كده. طبعا لما بدفع مصاريف التأجير دي بتبقى مخصومة من الضرائب يعني، تمام؟ وطبعا انا الاصول لانها مش ملكي من اول يوم فانا مش مضطر اسجلها، ودي طبعا التسجيل دي فيه عليه تكلفة، تسجيل الاصول يعني في شراء عقاري وما الى ذلك. انا بقى كمؤجر فانا عندي انا مثلا كشركة او كبنك انا بمنح اصول للناس، فطبعا انا بس بشغل اموالي. الاصول دي بيبقى ليها اهلاك، انا بسجله عندي في الدفاتر وتخصم من الضرائب، وبقدر احافظ على حقوق المؤجر بوجود اللي هو بحافظ على حقوقي انا ان تظل هذه الاصول مسجله في دفاتري حتى اخر قسط وما الى ذلك. هنا كمان هنتكلم عن انواع عقود التاجير التمويلي.
ودي سبب انه دايما المعايير بتتغير والقوانين بتتغير فيما يتعلق بالتأجير التمويلي، يظهر انواع كتيرة جدا وكل نوع فيه مشاكله، وبالتالي احنا عندنا مثلا عقود تأجير تمويلي خاصة بأصول، الأصول الرأسمالية، أصل غير قابل للإهلاك زي الأراضي، ده عقد غير العقد اللي فيه أصول قابلة للإهلاك زي معدات ووسائل النقل. هنا في معالجة محاسبية وهنا في معالجة محاسبية. لو قلنا مثلا إن في عندي عقود إني ينص على حق المستأجر في شراء القيمة المتبقية من الأصل، تمام، في نهاية العقد بمقابل محدد وتم استخدام هذا الحق أو لم يتم استخدامه، احنا قلنا إن لازم يكون في حق للشراء بس هو حق غير ملزم، ففي عقد أنا استخدمت الحق وفي عقد ما استخدمش الحق، المعادلة المحاسبية هنا غير المعادلة المحاسبية هنا. نفس الكلام إنه مفيش قيمة تخريدية أو توجد قيمة تخريدية للأصل، خصوصا الأصول اللي هي القابلة للإهلاك يعني، تمام. برضو في عندي قيمة الإيجار، يعني قيمة الدفعة اللي بدفعها في التأجير التمويلي، في دفعات تدفع مقدما ومؤخرا، دي ليها معالجة محاسبية ودي ليها معالجة محاسبية أخرى. العقود اللي هي بيتم فيها الاتفاق على مصاريف الصيانة والتأمين، مين هيدفعها، المؤجر ولا المستأجر؟ بالتالي التسجيل المحاسبي هيتغير. آخر نوع اللي هو في دفعات مقدمة، يعني في هذه العقود ولا لا، يعني في ساعات بالعقود دي يقول لك ايه، ادفع انت كمستأجر ادفع دفعة مقدمة، ده غير الاقساط اللي تدفعها بعد كده، وفي عقود ما فيهاش دفعات مقدمة، تمام. ف ده كان مقدمة نظرية عن موضوع التأجير التمويلي، بس طبعا محتاجين يعني نعرف الجزء التطبيقي اكتر، لانه في الجزء التطبيقي هيبان بقى المشاكل والتفاصيل، وليه المعيار المصري في ناس بتشوفه افضل ناس بتشوفه اسوأ، يعني ايه المعيار المصري متحفظ والمعيار الدولي متساهل، ايه الفرق لما بشتغل بالدولي لما بشتغل بالمصري، ايه المشاكل اللي قابلتنا في الموضوع ده. هنا بقى في العمل هيبان اكتر بالارقام والمعالجات والقيود وفي كل مرحلة بنعمل ايه وهكذا. فهو موضوع معقد جدا ومتشابك جدا وفيه اطراف كتيرة جدا، ودايما في تغيير، دايما في معايير جديدة وقوانين جديدة بتنظم هذه العملية. بالتوفيق ان شاء الله.